السلام عليكم جميع متتبعي قناة سيمون كوك. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لابليكاسيون اللي يلاه تلونسات في السوق دابا تقريبا واحد اون سومان، يعني جات تزامنا مع الكورونا فيروس. يعني هي عبارة على تمارين منزلية اللي يقدر تقوم بها في المنزل ديالك، داكشي بروفيسيونيل وسهل جدا. يمكن لكم تحملوها على طريق البلاي ستور والاب ستور. فوالا كيف كتشوفوا هاد التمرين، هذا ديال تيمينات تشونيد ارمز اند ال بي اس ورك اوت. غندخلوا ليه نشوفوا كيفاش كيمكن لك التمرين، كيفاش كيدوز. يبان لكم الوقت، هادي تقدر ديرو اون بلان ليكرو باش تشوف التمرين وتقوم به في المنزل ديالك ترونكي. فوالا، و لابليكاسيون راه متواجده في الابل ستور و بلاي ستور. كيف سبق نشرنا باللي الابليكاسيون توفر على العديد ديال التمارين الرياضيه، وفيها حتى من الدانس، الرقص، اليوغا والتمارين ديال العضلات. فوالا، داكشي بروفيسيونيل مزيان. وكيف كتشوفوا الابليكاسيون ان شاء الله غتعجبكم، ان شاء الله 100% غتعجبكم. ونصحوا بها الناس اللي زاز عليكم باش حتى هما يبقاو في المنزل ديالهم ويقوموا بالتمارين الرياضيه وما ينساوش ريوسهم. فوالا، هادو تمارين ديال اليوغا. شويه خصهم شويه لونطريمون مزيان. يلا الاخوان، تهلاو في ريوسكم وانجوي. ان شاء الله تدوز الازمه بخير وعلى خير. نشوفكم صحه جيده. ميرسي، ما تنساوش اللايك والشير. ا بيانتو، تشاو.